مازال الصباح حنا نمشيو الطريق ما حبسش تخلص والله ما حبت تخلص والله يا حليم كي ما جيتش خير نظر انت كان على بالك ما حبيتش تقول لي ان شاء الله نطلع لفوق برك ونصور لكم المنظر من فوق ان شاء الله يكون منظر يستاهل التعب هذا كامل نصور لكم جدرك حتى نطلع لفوق تبان لي منظر مليح كما راني نشوف فيها نظرك ربي يبارك ربي يرزقنا المطر كش ما تزيد تتعمر شوي السبخة هذه سامحوني وخلاص الله غالب سبور ما حبش عندي مدة ما كنت هكا كي كنت صغير كنت ديما نخرج ندير الهايكين قريب ديما من بعد كبرنا صاحي ولات مسؤوليات ولات الحمد لله على كل حال ولا بالي داك تقولوا لي واش من مسؤوليات عندك يا اخي ماكش متزوج هاني نزوج في صحابي كي نكملهم ونتهنى عليهم ونتزوج انا اي أيوة والله نفعونا روحوا تزوجوا روحوا تزوجوا كون كبرتوا انتوا شكون من بالولاد هاي دوك نكبي شويه وانا وصلنا ما بقاش بزاف دوك نوصل ان شاء الله نصور لكم اي 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 شكون؟ في الاسم الكريم ساخي مارس تطلع قبيلة لك مرة فما فوق قبيل اللي تلاقيناه ولد عمك ولد عمك اللي تلاقيناه قبيل وين ما هذاك هذي ما بقاش فيها بزاف هنايا يا من هذا كل ما يشوفوا فيا قول له وراه قاعد في بورو نعجل لكم درك المنظر ومن بعد كي نزيد نطلع تزيدوا تشوفوه مليح شوف عجبوني الجبال هادو كاع موي شاشو ربي يبارك شوف اقسم بالله ما شاء الله غير منظر ولا هذه السبخه معمره والله غير منظر ولا في الاحلام دوكا راح نزيدو نكملو نمشيو مبقناش بزاف ونوصلو صح ما شكيتش نفضل نكمل انا ما نعرف يا ربي برك نكمل يا ربي شنو راني غلبت المنظر كيما هذا يستاهل ولا غير يستاهل البارح برك اصبر نحي الكاميرا ونحكي معاكم الاز البارح شريت درون من بعد رجعتها لمولاها مولاها سمها هو بعد شراها على انسان كان اللي ما عطاش صح وهو ما على بالوش سمها ما يعرف لهمش هو جابها معاهم برك سمها الاخر كان اللي باع له ما قالوش شحال راهي ماشيه ولا عطاه حاجه غلطه هو ممكن عاد انسان ما سمها على نيته ثاني انسان ما شاء الله يقول عبد الرحمن
نحييه على كل حال. سما السيد اللي بحاله كان لي ما عطاهش، انا باش ما نقدرش نقول كذب عليه، مي ما عرفش واش صار، مي المهم ما عطاهش المعطيات الصحيحه. سما شريت عليه انا، هو ثاني ما على بالوش. من بعد كنت حنديها عليه، كي لقيت فيها شوي حوايج عجبونيش وليت انيليت. تفضل دركا قال هضره تحتمت عليا نحبس وندير فيديو. قال لك والله المجاهدين يعطيهم الصحه، قال لك هكذاك، وكانوا يجيبوا الجرحى وكانوا يجيبوا شت. والله غير يعطيهم الصحة وربي يرحمهم، ربي يرحم الشهداء. شت الطريق اللي مشيناها دركا كامل 100 متر الاخرى هذه تعاد للطريق الاخرى، طلع هاك شي نقول لك، طلع هاك شوف مراي هاي. انا نمشي ونقربه، اقسم بالله غير الطريق صعيبة صح. ما ننصحش بها الناس كل، سما غير اللي مالف يجي ومالف يمشي هذاك اللي ننصحو يجي، ابار صا غير ما كان له. باسكو فريمون راح تتعب صح. انا سما اني شوية ندير الكوراج مع الجماعة سينو تمام. ما من الهضرة راحت لي سينو، اقسم بالله شوف كون جيت وحدي راني حبست، ما نزيدش والله ما نزيد. شنو كي جبت معايا الكاميرا وكلش راني شوية نكابر. من الطريق هذه ما قدرتش نصور باسكو كانت واعره بزاف، وما منا ما زالت واعره. سما دوك ما نقدرش نصور لكم، دوك نشوف ترى كيف ندير. على بالك شتواش غلبة، واش راكم واش ديروا واش حوالكم؟ الشاشة هذا على بالك شتواش مدبلي. يرد زوجة حليمة رد زوج، والآخر ثاني يعني ما حبيتش نذكر اسمك برك، هذه غير ثاني تولي ما تشتيش. تلاقاو الفوق والله غربت، تبالي ريح لهنا ولا في فخولي ولا ما في فخوليش. الميكرو ثانية وانا فاهم بيها الفوق. هما المغارات اللي قاعدين يقول عليهم كبير ماسين سبيطار، تبالي كانوا المجاهدين بكري يجيبوا الجرحى يداويهم هنا، بصح كيفاش يطلعوهم فوق كتافهم. الله يعطيهم الصحة. دوك انا طالعين ليها، انا هو الاخر. اي والله غير تبان سهلة خلاص. صعيبة تقتل يعني، باقي خطرة 5 ولا 6 اللي نحبس روبوزي فيها. لقينا الشجرة هذوك، لقينا فيهم شي بلوط، هذي اللي لتحت، هذا هاك، هذا جابوا لي هاد شي بلوط، بصح ما نعرف مليح، أنا مازال مضكتوش. بلاصة هايلة، خلوي، بدا الريح شوية باسكو طلعنا للجبل. ما عرفتش اذا راكم بون راكم تشوفوا فيه فاش كاع، هاو مع الشاش تشوفوا شويه الريح كيفاه. تفكرت حكايه بصح ما عندها حتى علاقه بالموضوع. مين نحكيها لكم نورمال عباك كون جيتوا معايا دوك تفهموني. قاعد يقولوا هذاك نتفكر كي رحت خطبتك وحدي وعقدت وحدي وسنيت وبصمت بكل إرادتي. قال نتفكر قول الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
كيك انا درك واش داني نجي اش راكم هم هيطوا لي اصبروا نشوفوا جبل مورانا المهم والله ما لقيتش واش نهضر على بالك راني نتامل راني قاعد نتامل صح اقسم بالله غير منظر شفت بالدراهم وما تلقاهش شوف تاملوا معايا برك هكا دقيقه برك شوف ما شاء الله ربي يبارك صح يعني تفهم باللي الكون هذا ما جاش من عدم تشوف القدرة تاع ربي سبحانه تشوف الجبال على مد البصر ها جبل كيما هذا كيما كنت نشوف فيه نقول لك والو قاعد نقول هذا جبل لا ساعة وانا الفوق اقسم بالله غير شت نقول لك شت قد ما نوصف لكم الشعور تاعي ولا الاحساس تاعي دوكا ما تعب بالفرحة بالغلبة بالحماس وتخلطوا كل بعضها